هنروح لتقرير آخر مع فنانة جميلة، وكانت من الفنانات اللي لمعوا بشكل كبير جدا في التسعينيات. طبعا يمكن يكون عشان شكلها كان مختلف، طريقة الشعر كمان يمكن كانت بشرتها مختلفة، وكانت طبعا هي المطربة السودانية الوحيدة اللي ظهرت في الوقت ده. طبعا هي المطربة والفنانة الجميلة جواهر. جواهر بدايتها كانت من خلال تقديمها عدد من الحفلات المدرسية كانت في السودان، وبعدها طبعا جت مصر وقدمت عدد كبير من الأغاني. وزي ما قلنا اشتهرت في الفترة دي لأنها كانت مميزة في الأغاني اللي بتقدمها، وكمان مميزة في شكلها. بدايتها كانت سنة 95، ده كان من خلال تقديم عدد كبير من الأغاني واللي حققت وقتها شهرة واسعة ونجاح كبير، زي مثلا أغنية على الكورنيش والأسمراني وتليفونك. كان لنا لقاء بالفنانة والمطربة الجميلة جواهر، واللي كلمتنا عن أهم الأغاني اللي قدمتها خلال مشوارها الفني، كمان كلمتنا عن تجربة التمثيل مع المخرج الكبير مجدي أبو عميرة. تفاصيل كتيرة جدا هنعرفها من خلال لقائنا بيها. تعالوا نشوف لقائنا بجواهر ويرجع لنا مرة كمان. أنا صورت أغنية جوزها له ومشى الحمد لله، مشى حلو جدا على اليوتيوب، يعني نسبة مشاهدة الحمد لله الحمد لله، يعني مثلا في خلال أسبوع بتعدي المليون، يعني كل أسبوع بتعمل مليون، فنسبة المشاهدة عملت ملايين، يعني الحمد لله كنت سعيدة جدا بيها. وصورت أغنية شمس الغربة، وصورت الساعة 6، دول هينزلوا قريب إن شاء الله. والله هو طبعا في الاول احنا كنا بنعمل 10 و9 وساعات 12 اغنيه، بس دلوقتي عشان يبقى في تواجد لازم يبقى في كل فتره انزل بسنجلايف، فانا خدت قرار عشان ما بقاش بعيده قوي من الميديا، فقلت مثلا كل 5 أشهر أو 6 أشهر اعمل سنجلايف وانزلها. والله احنا طبعا بنفتقد شركات الانتاج، يعني من خلال شاشة نايل دراما أنا أناشد الجهة المسؤولة أنه يرحموا المنتجين من قرصنة النت، عشان يبقى في فن، عشان يبقى هي مصر طبعا ولادة، عشان يبقى في إنتاج، عشان المنتجين نفسهم تتفتح. يعني النهاردة أنت كمنتج بتدفع ملايين الجنيهات، أو للأسف ما فيش 5 دقايق تلاقيه متسرب على النت، فاهم أنت إزاي؟ فالمنتج ما بياخدش فلوس، يعني فاهم انت ازاي، فبيصرف بس ما بياخدش فلوس، لانه الناس دلوقتي بفلاشه وبتحمل من على النت، فهي بتبقى كويسه معانا احنا كمطربين، بس كانتاج لا. فمن هنا المنتجين بطلوا يطلعوا يعملوا يعني البومات وكده، فالمطربين بقى يعملوا ايه؟ كل فتره ننزل بسنجلاي عشان نبقى متواجدين. هي حماده نجحت في الدول العربيه كلها، يعني الحمد لله. هي أول انطلاق ليا كانت أغنية حبيبي أسمريكا، وبعديها عملنا ألبوم تليفونك اللي فيه أغنية حمادة. حمادة دي بقى ما كانش فيه ركن في مصر ما كانش فيه حمادة شغالة، الحمد لله الحمد لله. حمادة في كل لايف أساسية عندي، يعني من الأغاني اللي هي متواجدة بقوة، يعني ما بتموتش الحمد لله. والله هي موجوده بس الاقي يعني الورق اللي يناسبني، واكيد والفكره اللي تبقى كويسه. يعني انا في سيناريست اتصل بيا من كام يوم، فبيقول لي هنعمل اغنيه، هنعمل سوري مسلسل تقريبا بيحكي عن المافيا، بيحكي عن المشاكل اللي بتحصل في الصعيد وكده، فادواري انا يعني بجانب انه هغني في داخل المسلسل، بس انا الادوار بتاعتي كلها في الجبل. هو هيبقى ان شاء الله باذن الله اخراج العملاق طبعا مجد ابو عميره. هي هتبقى اول تجربه حقيقيه، يعني انا قبل كده مثلت في سيت كوم دور كده، يعني انا قلت اجرب اشوف الموضوع هيعمل معايا ايه. حبيبي يا اسمريكا، حبيبي حرام عليك، انا قلبي بيحبك والحب مش لعبه ما بين ايديك، عيني في بعادك ما ناموشي، وعينيك بيا ما حسوشي، الدمع يدوب في رموشي، ارحمني الله يهديك، حبيتك انت ورايدك، وبموت في غدرك وجساك، عذبت قلبي وياك، مع انه هو اللي شريك. يا حبيبي يا